فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء؟ تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر، ثم تأخذه واحدة منهن في الشهر الأول والأخر، مثل ما عند الرجال. إذا أبيح للرجال أبيح للنساء، وإذا لم يباح للرجال لم يباح للنساء. أنا أرى أنه ما يجوز هذا، لأنه قرض جر نفع، يقرض رفقاءه وزملاءه من أجل أن يقرضوه إذا جاءه الدور، فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز. نعم. بينما بعض العلماء أو كثير من هيئة كبار العلماء أصدروا قرارا بجوازه بالأغلبية، بالأغلبية، وأنا لا أراه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.